رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين، والفقرة الثانية من هذه الحلقة ونتكلم فيها عن محافظة الجيزة، وهل ما زالت محافظة الجيزة محافظة زراعية؟ خلينا نتعرف عن هذه المحافظة والمحاصيل المنزرعة بها مع ضيفي وضيفكم في هذه الفقرة، السيد المهندس أسامة محمد صلاح، مدير مديرية الزراعة بالجيزة. برحب بحضرتك باشمهندس أسامة. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أنا سعيد حضرتك بتشرفني في البرنامج لأول مرة. أه يا فندم وأنا أسعد يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتكلم بقى على الجيزة، أخبار الجيزة، هل ما زالت الجيزة محافظة زراعية كما كانت؟ هو إن شاء الله هي محافظة زراعية، يعني إحنا عندنا الزمام المنزرع 207,393. زرعنا قمح السنة دي، يعني هو كان متوقع زراعته 35,000 فدان، إحنا زرعنا 31,196. طبعا الجيزه بتشتهر بانها زراعه الخضر، اغلب زراعتها من الخضر، وعندنا طبعا يعني مساحات الفول قليله و365 فدان المساحات المنزرعه من الخضر تقريبا قد ايه؟ المساحات المنزرعه حضرتك عايز كل الخضر ولا ايه؟ لا تقريبا يعني بصفه عامه هي تقريبا هتبقى 200,000 فدان. 200,000. طب بالنسبه للقمح ايه الاخبار بالنسبه للاسمده؟ لا احنا الاسمدة الحمد لله ما حصلش عندنا ازمة في الاسمدة، احنا عندنا خالص لان احنا ابتدينا كان في عندنا رصيد في المخازن من الصيفي وزعنا منه للشتوي، فاحنا وصلنا ل 84% يعني من الاسمدة. يعني ما كانش في شكاوي من لا لا لا, لا خالص، يعني احنا المفروض احتياجاتنا السنوية 35,150، احنا اتورد لنا 29,620. والمخازن ما زال فيها اسمده لغايه دلوقتي. يعني ما كانش فيها لا 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 ما حصلش اي مشاكل في الاسمده. طيب اهم محاصيل الخضر التي يتم زراعتها بالجيزه؟ احنا عندنا بنزرع ثواني بس اقول لحضرتك. عندنا بنزرع البطاطس والطماطم والفلفل والكوسه فاصوليا باذنجان كابوتشا كرومب والخيار. يعني البطاطس رقم واحد؟ البطاطس رقم مساحة واحد. مساحه كام تقريبا؟ هقول لحضرتك المساحه المنزرعه 6,917. هل المساحات التي يتم زراعتها بالخضر دي كافيه ان تعمل اكتفاء ذاتي بالنسبه لمحافظه الجيزه؟ ان شاء الله. اكيد اكيد يا فندم. طبعا انت عارف محافظه الجيزه تعداد سكانها برضو كبير. لا اكيد. اكيد. وهل بتصدر لمحافظات اخرى؟ لا. يعني في اكتفاء ذاتي. اكتفاء ذاتي ان شاء الله. طيب اهم هل ما فيش محاصيل فاكهه محاصيل بستانيه بيتم زراعتها في الجيزه؟ عندنا في العنب وفي موز. بس مساحات كبيره ولا يعني لا مساحات صغيره؟ مساحات لا مساحات صغيره متفرقه يعني. خلينا نتكلم في نقطة تانية أو في موضوع تاني. طبعا احنا تليفوناتنا مفتوحة لأي مزارع من الجيزة أي مشكلة ليتم الرد عليها على الهواء مباشرة. المبيدات أخبار المبيدات، وحضرتك تحضر معنا الاجتماعات المتعلقة بالرقابة على المبيدات. هو احنا عندنا 105 محل منهم 53 مرخصين و18 تحت التجديد و33 دول غير مرخصين، دول طبعا بيتخذ ضدهم الاجراءات مع شرطه المسطحات وعندنا حملات الرقابه بتنزل عليهم وبتعمل لهم مخالفات. يعني المخالفات اللي انتم بتلاقوها عباره عن ايه؟ هي المخالفات طبعا هي محلات غير مرخصه بتبيع. ما هي غير مرخصه دي مخالفه في حد ذاتها. ما هو غير مرخص يعني وضعه غير قانوني. طب ما هو وضعه غير قانوني وبيبيع مبيدات غير مرخصه. فبتبلغ عنهم شرطه المسطحات وطبعا بيعملهم مخالفات. ايه الاجراء؟ مجرد مخالفه ولا بيتم اغلاق للمحل؟ طبعا المحل الغير مرخص بيغلق. ده اكيد طبعا. طب هل في مخالفات بالنسبه للمحلات المرخصه؟ في بعض المخالفات ان هو يكون المهندس مش مدير المدير مش مهندس يعني، فدي طبعا بيعمل له مخالفه. طبعا المفروض ان المدير المسؤول في المحل يكون هو المهندس الزراعي. المهندس الزراعي طبعا. ويكون ايضا هو المهندس اللي حصل على الدوره التدريبيه. ايوه صح. طبعا والترخيص بتاعه يبقى كده.
يعني الترخيص بتاع المحل. ما هو بياخد الترخيص بناء على الدوره التدريبيه وشهاده مزاوله المهن. تمام. في مخالفات بقى بتلاقوا ان المحل اللي واقف في المحل ملوش علاقه بال بعض المحلات. تمام. طب ايه الاجراء؟ غلق ولا مجرد مخالفه؟ طبعا لا، مخالفه. بيعملوا له مخالفه وينبهوا عليه على صاحب المحل ان هو لازم يبقى المهندس الزراعي هو المسؤول عن المحل. هل نوعيه المبيدات التي يتم ضبطها هي بتكون عباره عن مبيدات مغشوشه ولا مهربه؟ لا تقريبا. لا مغشوشه طبعا. مغشوشه. وما فيش مبيدات مهربه يعني مجهوله المصدر بتيجي للجيزه؟ لا. اكيد. لا مفيش. طب اخر الضبطيات اللي تم ضبطها بالنسبه لل احنا في شهر يناير كان في حوالي 23 حمله. منهم 11 على المحلات اللي هي غير مرخصه. كانت الضبطيات عباره عن ايه؟ لا مش ضبطيات، هي المحلات غير مرخصه بس. ما انا فاهم. يعني ما كانش في ضبطيات لمبيدات مخالفه نهائي في جميع الحملات اللي انتوا بتعملوها؟ لا. مفيش. يعني المحل اللي هو الغير مرخص ده بيبيع مبيدات سليمه؟ المحل الغير مرخص بيبيع مبيدات سليمه. طيب والله يعني مهم جدا ان احنا ما يبقاش في عندنا لا مبيدات يعني مغشوشه ولا مبيدات مهربه. طيب المبيدات احنا كنا قلنا قبل كده انه يعني في الجمعيات الزراعيه يتم وضع في مكان بارز اسماء المحلات المرخصه علشان الفلاح يكون عارف، واحنا بنوجهه انه خد بالك المحل الفلاني هو المحل المرخص اللي بيبيع مبيدات موثوق بيها. هل ده تم؟ لا ما عملناش في الجيزه بس نعملها. حاضر. احنا كنا قلنا الحقيقه في لجنه المبيدات، يمكن برضو عشان حضرتك يعني حديثا بتحضر الاجتماعات، بس الكلام ده اتقال حتى في اللقاء السابق. مهم جدا علشان برضو دي توعيه ارشاديه. طبعا ده نوع من الارشاد. طبعا ان احنا بنوعي الفلاح بندي له قائمه بالمحلات المرخصه. حاضر. تكون موجوده على باب الجمعيه في كل قريه، بحيث ان الفلاح يكون عارف يتوجه للمحل المرخص اللي هو بيبيع مبيدات سليمه. يعني احنا بنساعده في هذا الاتجاه. يا ريت حضرتك تعمل ده يتنفذ على طول. ويمكن في الاجتماعات السابقه قلنا كمان المحلات السليمه اللي هي يعني اجراءاتها سليمه وبتبيع مبيدات سليمه وموصى باستخدامها، هيكون في علامه معينه تتحط على باب المحل زي تميز كده، علامه معينه علشان الفلاح يبقى عارف ان المحل ده محل متميز. هو ده كان ذكر في الاجتماع اللي فات في لجنه المبيدات. بالظبط بالظبط. هل في مشكله في اسعار المبيدات؟ يعني في شكاوى من المزارعين بالنسبه لاسعار المبيدات؟ مفيش شكاوى. مفيش اسعار متفاوته بيشتكوا من ان الاسعار مرتفعه مثلا؟ مفيش شكاوى. فهمتني. مفيش اي مشكله؟ ما وصلتنيش شكاوى يعني. تمام. طيب هل في مشاكل اخرى متعلقه بالري؟ انا حضرتك مدير المديريه، اكيد اي شكوى هتوصل لك. الري لا مفيش مشاكل حصلت في الري. مفيش مشاكل؟ لا مفيش. على الاطلاق؟ لا لا. يعني ما شاء الله في الفتره اللي في الفتره اللي انا فيها، لان انا من 12 واحد انا في المديريه، في الفتره اللي انا فيها ما حصلش مشاكل. طيب خلينا نتكلم في محور تاني ومحور مهم، وده بيمثل صداع في جميع المحافظات، بس اعتقد الجيزه ممكن تكون اكثر صداعا، اللي هو التعدي على الاراضي الزراعيه. ايه اخبار التعدي في هو في تعديات طبعا على الاراضي الزراعيه طبعا، لكن احنا بنقوم بالازالات. يعني احنا عندنا الشهر اللي فات كان في عندنا التعدي 18 فدان و10 اراض و13 سهم. ازلنا منهم 14 فدان و14 اراض و18 سهم بنسبه 83. الشهر اللي فات كان تعدي كام؟ 18 اللي هو يناير. 18 فدان و10 اراض و13 سهم ب 511 حاله. تمت الازاله 424 حاله ب 14 فدان و14 اراض و18 سهم بنسبه 83.3. طبعا تمت ازاله فعلا ولا تم هدم؟ طبعا دي ازاله باللجان الثلاثيه دي. يعني ازاله هو دي احنا بنزلها في المهد. يعني اللجان الثلاثيه دي بتزيل في المهد. طيب بمعنى اخر، هل الارض بترجع تزرع مره تانية؟ بتتابعوها؟ احنا طبعا بنتابع الارض، بس في حاله ما يحصل معاوده تاني بنعمل لها ازاله تانية. لا مش معاوده، ما هو ممكن يبقى في محضر تبوير. يعني انت ازل يعني عملت ازاله للتعدي في المهد لكن الارض ما زرعتش، مبوره.
صح ولا ده بيتعمل له محضر امتناع عن الزراعه. المباوره ده بيتعمل له محضر امتناع عن الزراعه. ده فعلا بيتم؟ اه طبعا. يعني كل الحالات دي تتعمل لها محضر؟ طبعا الحالات دي كلها بيتعمل لها محضر، وبعدين بنبلغ الوحدات المحليه علشان لو هو عاود تاني وطور المخالفه لازم يطلع له قرار ازاله من معالي المحافظ ونزيله برضه تاني. ده بيتم فعلا؟ طبعا. طب شعور الفلاح وانت بتزل له التعدي بتاعه بيكون ايه؟ طبعا متضايق. وهو عارف ان دي مخالفه. هو اكيد متضايق، هو عايز يبني بيت ويسكن فيه. هو لما حضرتك بتيجي تزله هو بيقول لك دي ارضي انت بتزلي ليها. بس هو مش عارف ان دي مخالفه، ان هو كده مخالف القانون. ما هو عارف ان هو بيبني، عارف ان هي مخالفه يا فندم. يعني هو بيبني اساسا عارف انها مخالفه. بس انتشرت في الجيزه على فكره برضو موضوع الملاعب الرياضيه على الاراضي الزراعيه، مش دي برضو تعتبر مخالفه؟ اللي هي واحد يحوط على مساحه معينه ويعمل ملعب، مش ده موجود في الجيزه؟ لا ده موجود، احنا بنشوفه فين يا فندم؟ في البلد يعني في بعض الاماكن. مفيش مخالفات من النوع ده؟ طبعا لو ملعب بيتعمل مخالفه، لو ملعب وبدون ترخيص بيتعمل مخالفه. ما هو استحاله، يعني استحاله يكون بترخيص لان ده على ارض زراعيه. مفيش مخالفات من النوع ده؟ طبعا في مخالفات بتعمل ملاعب، مخالفات بتعمل لها لو عمل ملعب وصوره بيتعمل له مخالفه. بس هي موجوده يعني. في حاجات متفرقه بس. طيب معانا عبد اللطيف. الو. ايوه. اتفضل. ايوه. اتفضل حضرتك على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا الحاج عبد اللطيف ابو طريف. اهلا وسهلا. من قريه نجوع العرب، مركز الصف في محافظه الجيزه. اهلا وسهلا. اتفضل. سياده الدكتور، سياده مدير مديريه زراعه الجيزه بيقول لك احنا ما بنصدرش الا احنا اكتفاء ذاتي بس للخضار. سيادتك احنا جميع محافظ مركز الصف الان منهم مزارع بطاطس، عندي 6 فنادين بطاطس. تمام. وتطلب العبور وتطلب الحلوان. يعني الجيزه بتصدر للمحافظات الاخرى. سيادتك انا بقول انا كمان في مشكله كمان اكبر من كده. سيادتك في مشكله اكبر من كده. اتفضل. احنا عندنا الصرف الصحي بيبدا من التبين لحد الكريمات، ينزل عليه خضار وبينزل القاهره وحلوان والمعصره. على الصرف الصحي جميع الخضار. لا يا حاج عبد اللطيف بعد اذنك، عشان دي نقطه خطيره جدا واثارتها في الاعلام الحقيقه مش مطلوب، لان دوت يسيء لمصر وسمعه مصر. يا فندم يا حاج عبد اللطيف بعد اذنك، يا بعد اذنك، طيب بعد اذنك، ما ينفعش نقول جميع الخضار بيتم رايه بالصرف الصحي، ده مرفوض يا فندم. في بعض المخالفات لبعض المزارعين لبعض معدوم الضمير، هو ده اللي نتكلم عليه. منهم لله. هو كده صح، لكن ما نعممش. الله يخليك، ما نعممش. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. في نقطه خاصه تطرع الطرخان واحد، ترع الطرخان واحد. الزباله بتاع الكلوات وبتاع علبه الجمال جايه في الطرعه، والطراي يجوا يشيلوها يحطوها على طراد النيل. عندنا كومين هرم زباله من جميع التلفيات. النهارده انا ما عنديش انزل بقطن الزباله. من يعني ناس اسلوبها يعني عدوة الضمير. يعني ده سلوك مواطن يا حاج عبد اللطيف. صح ولا لا؟ ما هو يا حاج عبد اللطيف، ما احنا كلنا عاوزين نتعاون مع بعض، نتعاون مع الحكومه. انا موطي التليفون. صلى على رسول الله. احنا عاوزين نتعاون كلنا يا حاج عبد اللطيف. انا اولا قريتي يا باشمهندس حامد. اتفضل. يا باشمهندس حامد، انا قريتي في الجبل، انا بجيب زباله، ولا القريه بتاعتي كلها بتعمل زباله، بس احنا نص زمام لواد من قريه نجوع العرب، نص زمام لواد من قريه نجوع العرب، والزباله دي جايه من لواد ومن عده الجمال. المفروض الزباله دي الناس اللي بيرموا الزباله اللي السوق بتاعهم سيء ومنهم لله، ويرموا عيتهم على الحكومه، يقول لك الحكومه تعمل لهم ايه؟ الله ينور عليك، هو ده الكلام. عاوزين كلنا نتعاون. تمام. انا عاوز بقى الزباله دي يجي مسؤول الري، انا نفسي مسؤول الري يخلي الزباله دي عند الجمال وعند الاغواز بس، عشان يطرقوا منها ما يبقاش عندنا احنا.
احنا قريه زروع العرب ازاي يجيبوا الزباله بتاعتهم عندنا احنا بزروعتنا احنا. بس انا عاوز دي بس دي. وجزاك الله خير يا باشمهندس حاضر. حاضر حاضر انت مع المواطن وانا بحس انا حاسس بالحكومه والله بشكرك والله بشكرك بشكرك جدا باشمهندس حاج عبد اللطيف. المشكله اللي احنا بنعاني منها انه في بعض سلوكيات من المواطنين للاسف بتعمل مشاكل للزراعه وبتعمل مشاكل للري في نفس الوقت. مخالفات ويعاود المواطن مره ثانيه بتعمل ايضا مشاكل للبيئه. يعني القاء المخلفات في الترع ده كلام مرفوض، ده كلام مرفوض. ما هو ده هيعود يعني هيعمل لك مشاكل بعد كده سواء كان في الزراعه او في الري غير التلوث البيئي والامراض اللي احنا بنعاني منها. يعني يا ريت بقى كل المواطنين احنا نتعاون مع بعض والظواهر السلبيه والسلوكيات السلبيه اللي موجوده في حياتنا نتخلى عنها. هل الارشاد الزراعي يا باشمهندس اسامه ليه دور في هذا الموضوع؟ في ان هو يوعي المواطنين طبعا بيعمل ندوات ارشاديه. الارشاد الزراعي بيعمل ندوات ارشاديه وبيوعي المواطنين لا انا بتكلم في النقطه دي. طبعا انا عارف ان الموضوع ده يخص وزاره الري. الموارد المائيه والري. لكن احنا ايضا لما يكون في ترعه فيها مشاكل ما هتاثر على الزراعه ايضا طبعا. صح ولا لا؟ طبعا. لماذا لا يتم توعيه المزارع ان خد بالك ان انت ما ترمي حيوانات نافقه، ما ترمي مخلفات، ترمي قمامه في الترعه دي هتعمل لك مشكله، هتسد الترعه، هتمنع الميه عن عن اراضيك، هتعمل لك تلوث للبيئه. احنا برضو نساعد بعض يعني نساعد وزاره الموارد المائيه والري. وطبعا هم عندهم التوجيه المائي، هل في تعاون بين التوجيه المائي وبين الارشاد الزراعي؟ طبعا بينهم طبعا التوافق المائي ده بيعملوا هم تعاون على طول مع مديرية الموارد المائية والاتصال ده. معانا مين يا شباب؟ معانا المهندس جمال. الو ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. انا بس ليا تعليق بسيط بس بالنسبة للإزالات اللي هي في الأرض الزراعية. تمام؟ دلوقتي بالنسبة لحماية الأراضي في مهندسين متخصصين لحماية الأراضي، تمام؟ احنا دلوقتي بنفوجئ نلاقي الدور 2 و3 مبنيين في الزراعه، تمام؟ تمام. وبعدين يزيلوا. وبعد ما بيزيلوا تصبح المشكله قايمه زي ما هي، الارض ولا بتتزرع ولا هو بنى. تمام؟ طب ليه انت حضرتك ما بنجيش قبل ما يحط قالب طوب في قلب الزراعه نوقفه؟ ما هو ده اللي احنا بنعمله، ما هو احنا المفروض بنعمل ازاله في المهد. لا يعني. لا يا دكتور يا دكتور، ده احنا الحاجات دي كلها ظاهره قدامنا كلنا. بيبقى باني الدور واثنين ونبص نلاقي في ازاي. والله يا باشمهندس جمال يعني انا عاوز اقول لك حاجه، ما احنا مش عاوزين برضو المواطن يوصل. والله احنا بنحل، والله انا بس بيصعب عليا حاجه حاجتين. والله انا معاك في الكلام وعمل وفي الاخر احنا ما بنستفادش بالارض اصلا. فهي خلاص ازاي؟ لا لا بس خد بالك يا باشمهندس جمال، خد بالك المفروض نستفيد من الارض وما يتمش هدم، يتم ازاله حقيقيه ورفع كل المخلفات على نفقه المتعدي وترجع الارض تزرع مره تانية. ده اللي المفروض يتم، لكن للاسف ما بيتمش. هو دي النقطه بس الوحيده كنت عايز اعلق عليها بس يا دكتور. طيب انا بشكرك طبعا كلامك سليم، كلامك منطقي، لكن ما المفروض اللي يحصل فعلا تتم ازاله فعليه ورفع كل المخلفات والانقاض وعلى نفقه المتعدي، والقانون بيقول هذا الكلام، وترجع الارض تزرع. لكن لو هنتنينا ماشيين بهذا الاسلوب انه ما تحصلش ازاله، لكن اللي بيحصل في واقع الامر عباره عن هدم والمبنى زي ما هو والمخلفات زي ما هي والانقاض زي ما هي، يبقى احنا ما استفدناش حاجه وما عملناش حاجه. صح يا باشمهندس اسامه؟ صح. لكن احنا الزراعه طبعا المفروض ليها دور الحقيقه في الموضوع ده، وزي ما حضرتك قلت الازاله في المهد دي مهمه جدا للقضاء على هذه الظاهره. طيب حضرتك يعني فقر وقت الفقره للاسف انتهى، حضرتك حابب تقول حاجه، تقول للمزارعين في الجيزه اي حاجه؟ انا يعني اقول لهم ان انا مكتبي مفتوح على طول ويشرفوني في اي وقت اي حد ليه شكوى لحل اي مشكله ليهم واحنا كمان في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعنا الا ان نتقدم بجزيل الشكر للسيد المهندس اسامه محمد صلاح مدير مديريه الزراعه بالجيزه. بشكر حضرتك جدا يا فندم على هذا اللقاء. واضح الحمد لله ما كانش فيه اتصالات وما كانش فيه مشاكل الحمد لله. الجيزه شكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بمصر سوء
فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم امين. الى ان القاكم في حلقه الغد بمشيئه الله، يكون مني اطيب المنى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.